طيب يبدو انه هيدينا خبر انفراد، والله اعلم، صديقنا العزيز طبعا والنقد الرياضي الكبير استاذ عصام سالم، وهو طبعا المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يا مساء الانوار يا عصام بيه. مساء الانوار يا كابتن مدحت. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. وهارد لك ماتش اللي فات ده، معلش هي كره قدم معلش. يعني معلش المشوار طويل يا كابتن مدحت طبعا، عارف احنا بنلعب 34 جوله، يعني احنا لسه فين في الثلث الاولاني يعتبر، يعني صحيح صحيح المشوار طويل، والفرق الكبيره ما بتقفش عند هزيمه يا كابتن مدحت، لا يعني اطلاقا، بل بالعكس قد تكون الهزيمه مفيده في هذا التوقيت، يعني انت عارف انها بتفوقك، بتصلح اخطاء، نعم، بتعدل وضعك اعتقد، ويعني المدرب طلع وقال ان انا بتحمل المسؤوليه، وده شجاعه منه الحقيقه. اكيد. والنهارده كان في جلسه بين المدرب واللاعبين، لا يعني تعاهدوا على ان اغلاق صفحه المحله بكل ما فيها، والاستفاده من الدرس اللي حصل، لان برضه كان في برضه بيني وبينك كده يعني استهانه شويه بالمنافس، يعني انت عارف اللاعبين كانوا متخيلين في اي وقت ممكن يكسبوا المباراه، لكن ده درس مهم، وخاصة الزمالك يعلم جيدا يا كابتن مدحت، نعم، ان المباريات اللي بتيجي من الفرق اللي هي بعيده في الترتيب، انا مش عايز اقلل من قيمه اي فريق، لكن اللي بعيده في ترتيب الجدول هي دي اللي بتعمل انت عارف ساعات المشاكل الفرق كتير. بالظبط. عارف الزمالك كان بيخسر النهارده 7 نقط كامله، منهم 5 من فرق المفروض برضه مش ما بتنافسش على الصداره، يعني اسوان والمحله. طبعا. برضه لا كتير على الفرق، لكن المهم انك تستفيد من اخطائك، وانك تصلح وضعك، انك تنطلق من جديد، وتبقى فعلا نقطه انطلاق جديده، مش قضيه لا تحبطك ولا تؤثر على وضعك، لكن انا اعتقد ان ده يعني هيفيد الفريق كتير في المباراه الجايه يا كابتن مدحت. صحيح. اعتبارا من يوم من مباراه الاتحاد اللي هي يوم الاحد الجاي. يوم الاحد عندكم الاتحاد ان شاء الله. وانت الاقدار يا كابتن مدحت ان ايوه الزمالك يكسب المقص 4-1، وبعدين الاتحاد يكسب النهارده المقص 4-1، 4-0 4-0 عفوا، والجدول يحطهم وجه لوجه يوم الاحد الجاي الزمالك والاتحاد، مواجهه بالتاكيد هتكون من المواجهات القويه في مسابقه الدوري. جدا جدا جدا. اكيد. طيب أكيد. اعتقد حضرتك هتدينا خبر جديد. لا والله موضوع فرجاني انا بتصور ان لو اتكلمنا عنه فرجاني بقى حاله يا كابتن مدحت طبعا، رغم الكارثه الثاني اللي خده امبارح، لكن القصه كلها فيها درس غريب قوي، انت عارف ان وقت اشهار الكابتن محمد الحنفي في البطاقه الثانيه لفرجاني يمكن ما اهتمش كتير بالكارت الثاني او تاثيره بقدر ما اهتم باللاعب نفسه محمد سامي. انت لو اتفرجت عليا امبارح بدون قطع حديثك، انا جبت 3 لقطات لفريق الزمالك، جبت اللقطه الاولى احد لعيبه الزمالك بيفك كرامب للاعب المحله، والاسف اللقطه الاولى اوباما بيربط الحذاء الرباط الجزمه بتاع لاعب المحل الجول كيبر، واللقطة الثانية لاعب الزمالك اهو انا جايبهم قدامي، واللقطة الاولى قدامي اهي لاعب الزمالك بيربط الحذاء للاعب المحل، ادي اول واحدة، واللقطة الثانية لاعب الزمالك بيفك العضلة بتاعت لاعب المحل، انا قلت الكلام ده في الانترو، واللقطة الثالثة هي لقطة فرجاني الساسي اللي اتكلمت عنها امبارح، قلت اخد الكارت الثاني وقال له ماشي مفيش مشكلة بس الاسعاف يخش بسرعة عشان يشوف، انا قلت ده امبارح في الانترو، وطبعا حضرتك استاذنا وملحوظاتك طبعا قيمة جدا. لا هو كملنا بعد كده يا كابتن مدحت برضه اللاعب محمد سامي لما اتنقل لمستشفى في المنصورة لمعالجة الكسر في الجمجمة للاسف. لا فرجاني اتصل بيه اكتر من مرة، واتصل بالطبيب اكتر من مرة، يا سلام، اهتمام غير عادي. واكتر من كده يا كابتن مدحت اللي بقوله لك ان هو عرض ان اي تكاليف بهذه العمليه هو يتحملها. هو يعني بني ادم إن هو انسان بكل ما تحمل الكلمه من معنى الحقيقه. ما يعني هو دي اللعيبه الكبار يا كابتن مدحت. قوي قوي. اللاعب الكبير مش بس اداء في الملعب وسلوك ايضا خارج الملعب. طب يعني انا هقول لحضرتك موقف الفركاني يعني زيده عند حضرتك. نعم. منتخب مصر الشباب لما سافر يشارك في بطوله افريقيا في تونس. موضوع ال10,000 دولار. ال10,000 دولار لما راح عادل محفوظ بناء على توصيه من المدير الاداري قال له انه فرجاني يقدر يحوله بدل ما كانوا هيستنوا عبال ما يتحول وبتاع، والست كانت مستعجله على الفلوس في تونس، فقال له طويل. بياخد وقت طبعا، فقال له تعالى ادي الفلوس لفرجاني دولارات هنا وبيحتاجها، وهو بالتليفون هيحول لك المبلغ في 10 دقائق. راح عادل محفوظ فعلا مع الاداري اللي عند حضرتك في الزمالك وقابله فرجاني وقالوا له الموضوع، رفع المسك الموبايل اتصل بمديرة البنك وقال لها حولي دلوقتي حالا 10,000 دولار على الاوتيل الفلاني. عادل محفوظ بيطلع الدولارات يديها له كان رافض ياخدها، انا اول مره بقول الكلام ده،
وقال له لا مش هاخد الفلوس خلاص دي مني كذا كذا. عادل طبعا كراجل اداري محترم ده ما ينفعش، اصر وبعد ضغط شديد من عادل محفوظ قابل ان هو ياخد ده 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 دي سلوكياته الجميله الحقيقه يعني ما نقدرش ننكرها عليه يعني. واحده كمان لفريق الشباب الزمالك اللي كان بيدربه في ذلك الوقت الكابتن سامي الشتيمي. الفريق كسب مباراه مهمه فما كان من فرجاني الا اقترف مكافئات من جيبه للفريق الشباب. ما شاء الله ما شاء الله يعني. لا هو عامل حاله جوه نادي الزمالك، هو انسان جميل وعشان كده بنتمنى والله يجدد ويقعد معانا كمان باذن الله. لا ان شاء الله. وبعدين انا برضو من الاخبار الجديده ان شاء الله باتشيكو يعني دخل النهارده طبعا النجوم الجداد الصفقات الجديده في التشكيله. أيوة. بالتدريب النهارده كله اتدرب، ايمن حفني على سيف الدين الجزيري على مروان حمدي. وبدا قوي القصه دخلهم في اجواء الزمالك بقى، هم لعيبه كبار بس مهم قوي يدخلوا في اجواء الفرقه الكبيره دي. صحيح. وده السبب الرئيسي اللي انا وضحه لك ليه ما لعبوش الماتش ده. باتشيكو عنده فلسفه يا كابتن مدحت ان اولا بيدي دايما افضليه للاعب اللي اتدرب معاه طول الوقت في الفتره الاخيره قبل المباراه. منطقي خالص. رغم ان سيف الدين الجزيري كان مسجل يوم التوقيع هدف رائع في امدي. صح. مروان مسجل في الزمالك قبلها ب 48 ساعه. صح. لكن ده بالنسبه له هو اللاعب الجاهز، اللاعب اللي بيقدر الضغوط. الزمالك حاله غير الفرق الثانيه بالتاكيد، الفرق الكبيره طبعا بقى لها وضع معين جماهيري واعلامي والجو ده. هو بقى حريص على اللعيبه الجداد دول يدخلهم واحده واحده في الاجواء نفسها. نعم. في التشكيله. نعم. يدخل في الاجواء في التدريبات تدريب واثنين وثلاثه قبل ما تخش المباراه، ده مهم جدا بيبقى حريص عليه. بالظبط. يطمن عليه تماما بدنيا وفنيا وهم دخلوا في التشكيله، وده اللي هيحصل يعني غالبا. انا بقولها لك هيستفيد منهم بالتاكيد في ماتش الاتحاد الاسكندري من بدايه المباراه يا حسام بيه غالبا، او يعني على الاقل لا خلال المباراه، وتبقى اوراق استراتيجيه مهمه بالنسبه له خلال المباراه حسب مجريات المباراه، لكن هيبقى حريص على الاستفاده منهم بشكل او باخر. ممتاز. لانه الزمالك برضه محتاج محطه قدام راس حربه يعني. لازم مشادو. لازم بالظبط لازم راس حربه مهم جدا، المهاجم السترايكر الرئيسي والصريح اعتقد الزمالك محتاجه بشكل كبير. ان شاء الله. بالتوفيق يا عصام بيه، وبشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا كابتن مدحت. شكرا جزيلا. الله يخليك.